السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة جينا لكم بقى بفيديو جديد من فيديوهات القاهرة، و اكتر مكان حرفيا كان نفسي ان انا ازوره هو الاهرامات، اهرامات الجيزة وابو الهول والحتة دي، يعني من ولا عمري شفتها ولا مرة، أول مرة هشوفها معاكم النهاردة، فمتحمسة جدا ومبسوطة جدا لأن ده من أكتر الحاجات اللي أنا كان نفسي أروحها، فيعتبر كده اتحقق جزء كده، حتة واحد من الأحلام الحمد لله. وإيه، كملوا معايا وشوفوا الفيديو. دايما الناس من بلاد بعيدة تركب مخصوص وطيران وسفر قارة قارة حتى علشان يشوفوا الأهرام اللي هي واحدة من عجائب الدنيا السبعة، وأنا في وسط مصر ومش عارفة اللي أنا أزورها من ساعة ما اتولدت لحد دلوقتي، فده يعني كان شيء مستنياه من زمان جدا. طبعا انا رحت يعني مش تبع رحلات او مكتب سياحه او كلام من ده، ولكن افضل ليكوا ان انتوا تروحوا تبع حد علشان يكون في حد بيوديكوا لحد المكان بالظبط وبيشوف لكم امور التذاكر والدخول والكلام ده، يعني هيوفر عليكم كتير وهيريح كتير وكده، يعني علشان لما الواحد ما بيبقاش فاهم حاجه بتبقى الدنيا شويه في بعض حاجات سخيفه مثلا ممكن تحصل، زي ما انا كده حصل معايا، نزلت قبلها برضو فترات بعيده وكده فتعبت لحد ما وصلت، وكمان بقى في ساعات ناس بتستغل الموقف وان هي سياحه وكده، فما كنتش حابه برضو الموضوع من الناحيه دي. يعني زي ما انتوا شايفين كده دخلنا بقى الاهرامات، وما كنتش مصدقه نفسي من الضخامه ما شاء الله لا قوه الا بالله اللي هي فيها. اساسا كانت باينه من بره، من وانا راكبه الميكروباص شايفه هرم طالع لي من العماير والحاجات دي، قد ايه ضخمه، قد ايه هي غير المتوقع وغير اللي في الكاميرا وغير اللي في الصوره. واحنا ماشيين في المكان ناس كتيرة جدا والدنيا زحمة وأشكال وألوان من كل بلد ومن كل مكان في الدنيا. طبعا زي ما انتوا شايفين طبعا الهرم الدنيا مخربة جدا، تراب بسبب الحجارة والمكان، يعني فيه لما بيحصل هوا بيحصل فيه تراب جامد، حتى العدسة بتاعت الكاميرا جالها تراب، كل شوية أمسح من عليها لأن يعني تراب زي ما انتوا شايفين اهو قدامكم. الاحساس بقى جوه تحس ان انت دخلت لعالم اخر، يعني تحس ان انت نسيت كل الحضارة المبنية من بره دي والعماير ابو الهول بقى اول مرة اشوفه يا جماعة اول مرة. المهم ان احنا فعلا الواحد بيحس ان هو انتقل لعالم الفراعنة من تاني، وزي ما انتوا شايفين العربيات كده الكارتات دي بالحصان، تحس ان دي فعلا وسيله المواصلات فعلا وقتها، وان احنا في الزمن ده، والاحساس والحجاره بقى القديمه بصوا المكان عامل ازاي، تحس ان انت سبت البلد فعلا وبقيت في الصحراء وبقيت في مكان اخر، يعني سبحان الله مش عارفه كانوا ازاي بيقدروا يعيشوا اي معيشه كامله او حياه كامله بهذا النمط. يعني وقبل ما انسى بقى، الدخول كان تذكرة ب60 للفرد المصري و30 للطالب المصري، أما للسياحة كانت 100. طبعا واحنا داخلين بيبقى الطريق بعيد جدا او مسافة كبيرة للهرم، فبيبقى فيه احصنة زي ما انتوا شايفين، الحصان 50 جنيه لو لفة صغيرة، لو لفة كبيرة بقى ب150، اما لو عربية بحصان اللي هو الكاريتا بقى بتبقى عاملة 200 جنيه، و في لفة صغيرة وبقى عاملة 100، وبيقولوا لك ان هتمشي بيها في كل بقى المكان، وهتشوف بقى المقابر وتحلق وتعدي على هرم وكل الكلام ده زي ما انتوا شايفين. واخيرا ركبت حصان برضو يعني تاني حاجة من الاحلام اللي عندي ان انا كنت اركب حصان في حياتي، لاني عمري ما ركبت خالص وكان نفسي اعمل الموضوع ده.
علشان انا كنت جيت قبل كده القاهرة وركبت الجمل بس ما ركبتش حصان، فالحمد لله برضو جربت ان انا اركب حصان ومبسوطة جدا. الجمل بقى مرتفع ما شاء الله قدر بالله عن الحصان بكتير يعني. ما كنتش حابة ان انا اجربه المرة دي لان المكان مش ممهد، والجمل اصلا بيبقى عالي لوحده وطلعته ونزلته قويين جدا، فانا خوفة شوية في الحتة دي. فالحمد لله خلاص جربته تمام، لكن ان انا اعيد التجربة هنا في المكان وبعدين في حتة مش متساوية لا هو بيعمل حاجات غريبة هيبقى صعب جدا. ده بقى كنا ماشيين، طبعا اول مرة اركب حصان فمش عارفة ان انا اتحكم قوي، وكمان الشنطة بتاعتي شايلاها ومفيش مكان امسك فيه غير البتاع ده اللي احنا قاعدين عليه على الحصان، فكده يعني الدنيا كانت ضايعة معايا شوية. كلنا عارفين بقى ان الاهرامات الجيزة 3 اهرام اللي هو خوفو وخفرع ومنقرع، وان هي طبعا اتبنت 25 سنة قبل الميلاد، يعني من حوالي كده 2550 قبل الميلاد، وان الاهرام مقابر ملكية، ان كل هرم منها بيشيل او بيحمل اسم الملك اللي هو اتبنت في عصره او في وقته او علشانه. فبناء الهرم يعتبر ان هو مرحلة تطور لبناء المقابر في مصر القديمة، لان احنا عارفين ان الملوك كانوا بيبنوها علشان تكون مقابر ليهم، علشان قناعتهم ان هيكون في عملية بعث، وان هم كانوا بياخدوا طبعا معهم في المقابر حاجاتهم والسمينة والاكل وبقى وشرب وكل الحاجات دي، بحيث ان هو وهم لما يموتوا يكون معهم كل الحاجات بتاعتهم. وده انا كنت بريح حالي من الطريق وبشرب يعني. طبعا عندنا هرم خوفو اللي هو ده اكبر واحد فيهم، والارتفاع كان حوالي 148 متر، وبيعتبر أعلى بناء يعني الإنسان أتمه على الأرض من حوالي 3800 سنة. وطبعا أضخم حاجة بناها الإنسان هو هرم خوفو ده. طبعا كان في أساطير وروايات بقى عن إن اللي بنوا الهرم هم من سكان قارة أطلنطس المفقودة، أو إن هم كانوا عمالقة تحت الأرض طلعوا من تحت الأرض عشان يبنوا الأهرام، وحاجات كده كتيرة مش حقيقية يعني، او ان هو اتبنى بالسحر او كائنات فضائية نزلت من الفضاء وقامت ببنائه. اما عن الشكل الهرمي للهرم المثلث من فوق ده كان اعتقادهم ان ده بيساعدهم في الوصول للسماء لما المتوفي يموت يعني، فالروح تصعد بسهولة للسماء. بعد كده هرم خفرع بقى، وده بناه طبعا الملك خفرع اللي هو كان ابن خوفو، وده كان ارتفاعه 143 متر، يعني اقل من التاني بحوالي 5 متر، ولكن دلوقتي بقى حوالي 136 متر. طبعا مع عوامل التعرية بقى والتجوية والكلام ده كله بيحصل تآكل في الطبقات، وفي صخور بتتكسر حاجات بسيطة يعني مع الزمن طبعا البعيد ده. بعد كده هرم منكورع واللي هو ابن بقى خفرع، واللي هو بيكون 65.5 متر حوالي الارتفاع ده يعني، بس دلوقتي بقى حوالي 62 متر بس. وبعد كده هنلاقي ناحية الجنوب من هرم منكورع 3 اهرامات اقل حجما، ودي خصصت بقى للملكات باتجاه شرق غرب الهرم الأول، وخاصة بقى زوجة الملك منقرع، والملك خفرع هو اللي بينسب ليه نحت أبو الهول. طبعا لما احنا بنشوف الحاجات دي بنقول سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين، وإن علم الإنسان ما لم يعلم. فعلا سبحان الله ربنا قدر الناس دي وادها قوة إن هي تقدر تعمل حاجات بالشكل ده وتطلع كده وتفضل باقية لحد دلوقتي. ف يعني
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هنا بقى زي ما انتوا شايفين الحاجات بقى، في بقى تحف أثرية وحاجات فرعونية ومصرية قديمة. طبعا كنت عملت لكم فيديو خان الخليلي، طبعا في حاجات من دي أكتر بكتير. ادخلوا شوفوا في القناة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. عجبكم الفيديو ولا لأ، وحابين فيديوهات عن ايه تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن